إذا ننطلق على بركة الله في الدرس الأول لتلامذة السنة السابعة، وهو التعامد والتوازي. ننطلق إذا من نشاط عدد واحد من الكتاب المدرسي في هذا الدرس، التعامد والتوازي. إذا في النشاط عدد واحد، حدد المتوسط العمودي لكل قطعة من القطع التالية، وهنا ما هو المتوسط العمودي للقطعة EF؟ ما هو واحد من المستقيمات اللي موجودة لهنا؟ شكون ينجم يكون المتوسط العمودي لهنا؟ إما أن يكون المستقيم دلتا واحد. شنو هي دلتا هذه؟ شنو دلتا؟ ما هو المستقيم؟ أوكي، المستقيم في الأساسي نرمز له في السابعة والثامنة والتاسعة، نرمز له عموما إما في شكل مثلث، حرف في شكل مثلث يسمى دلتا، وهو حرف إغريقي أو لاتيني أو هذا شيء حاجة من هذا النوع. إذا هذا دلتا، أوكي، أو نرمز للمستقيم بحرف دي، هذا الرمز نتاع المستقيم، رمز المستقيم، واضح؟ رمز المستقيم عموما يكون على هذه الشاكلة، واضح ما أقول؟ إذا هناك كم من مستقيم لدينا في علاقة بقطعة المستقيم EF؟ شنو اسمه؟ كنقولوا قطعة المستقيم EF، كيفاش كان يرمز لها قبل في المدرسة؟ دائما قطعة المستقيم تكون دائما بين معقفين، هكا ولا؟ قطعة المستقيم تكون دائما بين معقفين، واضح؟ وكنا نرمز لها مثال على سبيل المثال بآباء. الآن السابعة أساسي، كيف سيرمز لها إذا؟ سيرمز لها ب على سبيل المثال بـ EF، بـ AB، بـ FC، نفس الحكاية هي فوزافي كومبري، تغيرت فقط النوتاسيون، فقط طريقة الكتابة تغيرت، أوكي؟ واضح؟ باهي توا في القسم نتاعكم توا يمروا من الكتابة في القسم عند الأستاذ المباشر نتاعكم، توا يمر لكم من الكتابة كتابة المدرسة إلى كتابة سنة سابعة ويغير ما يجب تغييره، هذا بعد المرور بالتقييم، تقييم نتاع المكتسبات نتاع التلميذ في السنة السادسة. إذا بالنسبة لقطعة المستقيم EF، بالنسبة لقطعة المستقيم EF، هل يمكن لدلتا واحد أن يكون موسطا عموديا؟ ساعة يا أولاد والبنات، أنا راني مش نعرف شو معناها موسط عمودي. أوكي؟ فهمتوني ولا؟ إذا ما هو تعريف الموسط العمودي؟ إذا تعريف الموسط العمودي، إذا تعريف الموسط العمودي كيف نعرف إذا الموسط العمودي؟ كما قالت بنتنا، الموسط العمودي هو مستقيم يمر من وسط القطعة ويكون عمودين على هذا. أحسنت، الموسط العمودي، الموسط العمودي لقطعة، الموسط العمودي لقطعة مستقيم، الموسط العمودي لقطعة مستقيم، لقطعة هو شنو هو الموسط العمودي لقطعة مستقيم؟ هو المستقيم، هو المستقيم، هو المستقيم المستقيم العمودي على هذه القطعة، على هذه القطعة والمار من منتصفها، والمار من منتصفها. إذا الموسط العمودي، شنو اسمك أنت؟ شهد. إذا كما قالت شهد، الموسط العمودي لقطعة مستقيم
هو المستقيم العمودي على هذه القطعة والمار من منتصفها، والمار من منتصفها. واضح كلامي؟ واضح. يعطيكم الصحة. طيب نرجع إلى المستقيمات المقترحة بالنسبة لقطعة المستقيم F. هناك ثلاث مستقيمات مقترحة لنا: المستقيم دلتا واحد، المستقيم دلتا اثنين، والمستقيم دلتا ثلاثة. هل يمكن لدلتا واحد أن يكون موسطا عموديا لإف؟ لماذا؟ لأن دلتا واحد عمودي على القطعة إف. طالما دلتا واحد ما هوش عمودي على القطعة إف، فلا يمكن أن نقول أن دلتا واحد هو المواسط العمودي للقطعة إف. لا يمكن أن نقول أن دلتا واحد هو المواسط العمودي للقطعة إف. واضح كلامي ولا مش واضح؟ توا دلتا اثنين يا جماعة، هل يمكن أن نقول أن دلتا اثنين هو المواسط العمودي للقطعة إف؟ لأنه أحسنت، لأن دلتا اثنين لا يمر من المنتصف. هل أن النقطة آش، هل أن النقطة آش هي منتصف القطعة إف؟ إذا منتصف قطعة مستقيم هو يقطع القطعة إلى جزئين متقايسين، وهنا حينما ننظر إلى آش إف وإلى آش إ نلاحظ أن هناك عدم مساواة بين البعدين، ما يؤكد أن آش ليست منتصفا للقطعة إف، وبذلك نعلم أن دلتا اثنين عمودي على إف، لكنه لا يمر من منتصف القطعة إف، ولا يمكن إذن لدلتا اثنين أن يكون موسطا عموديا للقطعة. واضح ولا لا؟ إذن بقي لنا اختيار واحد، وهو هل أن دلتا ثلاثة هو الموسط العمودي؟ لماذا؟ أحسنتم جميعا، لأنه عمودي على القطعة ويمر من منتصفها. ماذا يمكن أن نكتب إذن هنا؟ نكتب أن دلتا ثلاثة، حينما نجيب عن السؤال نكتب أن دلتا ثلاثة، نكتب أن دلتا ثلاثة بلون مغاير إذا أمكن ذلك، لون دلتا ثلاثة هو الموسط العمودي للقطعة إف. لماذا؟ لأنه يجب أن نعيد الجواب في كل مرة، لأنه عمودي على القطعة، عمودي إذن على القطعة ويمر من منتصفها، من منتصفها لأنه عمودي على القطعة ويمر من منتصفها. هذا فيما يخص دلتا ثلاثة. ففي الحالة هذه دلتا ثلاثة هو الموسط العمودي للقطعة F. نمر الآن إلى قطعة المستقيم GH. GH شنو هو الموسط العمودي نتاع النقطة جي اش؟ تفضل شاهد. المستقيم دلتا ثلاثة هو الموسط العمودي لجي اش. لماذا؟ لأنه يمر منتصفها العمودين عليه. أحسنت، لأنه عمودي على القطعة جي اش ويمر من منتصفها. حينما نلاحظ هنا لنا النقطة جي ولنا النقطة اش، وماذا يمثل دلتا ثلاثة؟ هو عمودي على جي اش من ناحية،
ويمر من منتصف جي اش. اذا منتصف جي اش هي النقطه ك. كيفاش عرفنا ان الكا هي منتصف جي اش؟ عملنا الرمز، ها هو الرمز، شوفوا هذه وهذه متقايسين. كي يعمل رمز بهذه الطريقه هكا وهكا، شنو يقصد لهنا؟ يقصد ان البعد ك جي يساوي البعد ك اش. حينما نرمز بهذه الطريقه فيعني ان البعد ك جي يساوي البعد ك اش. زيد داكور افيك موا؟ واضح ما اقوله؟ اذا نستنتج اذا جميعا ان دلتا ثلاثة، لا داعي لكتابة كل الجملة الآن، مباشرة تحت جي جي اش ماذا نكتب؟ نكتب دلتا ثلاثة. وماذا نعني بذلك؟ حتى تحت الاو اف نكتب دلتا ثلاثة. ماذا يمثل دلتا ثلاثة بالنسبة إلى جي اش؟ هو المتوسط العمودي، حتى لا نضيع الوقت في كتابة الجمل، واضح؟ أحسن. إذا نمر إلى دي سي الآن. ما هو المتوسط العمودي لدي سي؟ يسر، ما هو المتوسط العمودي لدي سي؟ المتوسط العمودي لدي سي، هل يمكن دلتا أربعة أن يكون متوسطا عموديا لدي سي أو لأبي؟ لا، لماذا؟ لأنه ليس عموديا لا على أبي ولا على دي سي، واضح؟ فإذا ما شنو المتوسط العمودي من تاع القطعة بي سي؟ دي سي؟ دلتا 5 هو المتوسط العمودي للقطعة دي سي. والآن فيما يخص المتوسط العمودي للقطعة أبي، شنو المتوسط العمودي تاع القطعة أبي لهنا؟ كذلك دلتا 5 هو المتوسط العمودي للقطعة أبي، دلتا 5 هو المتوسط العمودي للقطعة أبي. واضحة؟ مفهوم لأولاد؟ أي الأولاد والبنات، شنو هو الغاية توا؟ شنو هو الغاية من النشاط اللي عملناه هذا؟ هو تعريف المتوسط العمودي. إذا المتوسط العمودي هو المستقيم العمودي على القطعة والمار من منتصفها، المستقيم العمودي على القطعة والمار من منتصفها. واضح؟ هذاك التعريف نتاع المتوسط العمودي. الان يا جماعه لو كان ناخذ مثال نشاط اخر او احد الرسوم، مثال هذا الرسم هذايا كتاب المدرسي، ناخذ هذا الرسم على سبيل المثال. ماذا يمثل؟ ماذا يمثل؟ ركزوا معي، ماذا يمثل المستقيم؟ اوكي، في هذه الحالة ماذا يمثل المستقيم دلتا بالنسبة إلى قطعة المستقيم أبي؟ ماذا يمثل المستقيم دلتا بالنسبة إلى قطعة المستقيم أبي؟ متوسطا عموديا. لماذا؟ يسر، لماذا؟ أي يمر من عمودي على القطعة. ديجا الرمز اللي يعمله لنا هو هنا يؤكد أن دلتا عمودي على القطعة أبي. بقي كيفاش عرفت اللي دلتا يمر من منتصف القطعة أبي؟ كيفاش؟ أحسنت، هو الرمز هذا هو اللي أكد لي، يريد الرمز هذا اللي عاملينه هما لنا هذا، كيحط لي زوز، كيحط هكاك الرمز هذا والرمز هذا، يحب يقول لنا اللي البعد هذا يساوي البعد هذا. فهمتوا كلامي ولا لا؟ يحب يقول لنا ان البعد بين النقطة A والمستقيم دلتا تساوي البعد بين المستقيم دلتا والنقطة B، يعني تقايس الأبعاد. واضح كلامي ولا مش واضح؟ باه، يعطيكم الصحة. طيب باش نقول لكم حاجة، شنو رأيكم في النقطة C؟ C نقطة من شنو؟
نشاط جديد، نشاط جديد. إذا كنت تحب نشاط عدد اثنين، إذا كان اعتبرنا إلى النشاط الأول هو نشاط عدد واحد ديجا، نشاط اثنين إذا يا الأولاد والبنات، أنتم خاطر نزلتوا ما قريتهمش في القسم، لكن قريتهم في القسم لأن العملية كانت أسهل شوية، أوكي؟ إذا ماذا تمثل النقطة سي؟ سي هي نقطة، سي نقطة، سي نقطة من سي نقطة عفوا سي نقطة من ال سي نقطة من الموسط من المسط من دلتا من دلتا. اوكي، ماذا يمكن ان نلاحظ هنا؟ هي برا سي نقطة من دلتا، شنو اللي نجم نلاحظوه هنا؟ البعد بين سي البعد بين سي البعد بين سي و اذا البعد بين النقطه سي والنقطه ا احسنت نفسه البعد بين النقطه سي والنقطه بي. لماذا؟ احسنت، اخترنا نقطه تنتمي الى المستقيم دلتا. اوكي، شنو اكتشفنا؟ اكتشفنا ان شو الاستنتاج؟ لاحظنا ان سي ا يساوي شنو؟ يساوي سي بي. لاحظنا ان سي ا يساوي سي بي. اذا سي نقطه من المستقيم دلتا، اي ان سي ا يساوي سي بي. واضح؟ ترى كي ناخذ نقطة أخرى ترى من اختيارنا احنا، نعتبر بذل وجود نقطة ان، نختار نقطة ام لهنا. اوكي، فماذا نلاحظ في علاقة بالنقطة ام؟ اذا النقطة ام متقايزة البعد عن بين ب و ا. ترى كي ناخذ ام تنتمي، اذا الرمز عاود ان نكتب ام ام، خلينا نكتبها بالكتابه ام نقطه من ماذا؟ من دلتا. كي تبدا ام نقطه من دلتا، ماذا يمكن ان نستنتج؟ اذا ام ا شويه مؤمن شويه ام ا يساوي ام بي. احسنت، ام ا يساوي ام بي. ترى كان نختاروا توا نقطة أ، أ بلون مغاير، إذا كان أمكن، إذا أ لا تنتمي إلى دلتا، تنتمي إلى دلتا. إذا هذه النقطة أ أمامكم، إذا البعد بين النقطة أ و ب والبعد بين النقطة أ و أ، ماذا تلاحظون؟ إذا البعد بين النقطة أ و ب غير مساو غير مساو للبعد بين النقطة أ و أ. حسب رأيكم علاش؟ شبيه ما يجيوش قد قد، خش بها لهنا جاو قد قد، جات سي ا مقايسة ومساوية لسي بي، لهنا ام ا تساوي ام بي، لكن في الحالة هذه او ا، انتظروا قليلا، او ا البعد او ا مخالف لماذا؟ للبعد او بي، لماذا حسب رأيكم؟ إذا شاهد لأن النقطة أ لا تنتمي، صحيح، لأن النقطة أ لا تنتمي المستقيم دلتا. إذا ماذا يمكن أن نستنتج لنا؟ ماذا يمكن أن نستنتج بناء على هذه المعطيات؟
من يمكن أن نستنتج شاهد كل نقطة تنتمي إلى مستقيم معين تبعد عن 30 قطعة مستقيم سبعة. كل نقطة، نعاود كلام خاطر ما تسمعش، كل نقطة تنتمي إلى مستقيم معين تبعد نفس البعد عن طرفي قطعة المستقيم، فسدتها فقط مستقيم معين. مستقيم معين شاهد، هات نوريك أنا مستقيم معين، استنيني شوي برك، مازلت حاشم راني. مستقيم معين شاهد، مستقيم معين، هذا اختيار. هل أن كل نقطة من هذا المستقيم المعين متقايسة البعد عن طرفي قطعة المستقيم ب؟ هكا ولا أنا غالط؟ كان صح مؤمن. كل نقطة من المستقيم متقايسة البعد عن طرفي قطعة. ملاحظة، نلاحظ أن كل نقطة من الموسط العمودي متقايسة البعد عن طرفي القطعة. كل نقطة من الموسط العمودي متقايسة البعد عن طرفي القطعة. إذن ملاحظة، ملاحظة، ملاحظة. ماذا يمكن أن نلاحظ إذن؟ كل نقطة من الموسط العمودي، كل نقطة من الموسط العمودي، كل نقطة من الموسط العمودي متقايسة البعد، كل نقطة، كل نقطة، نقطة من الموسط العمودي، كل نقطة من الموسط العمودي، نقطة من الموسط العمودي متقايسة البعد، متقايسة البعد، البعد عن طرفي كل نقطة من الموسط العمودي لقطعة المستقيم، متقايسة البعد عن كل نقطة من الموسط العمودي لقطعة مستقيم، مش موسط عمودي كاك هكا ولا موسط عمودي، لماذا؟ لقطعة مستقيم، كل نقطة من الموسط العمودي لقطعة مستقيم متقايسة البعد، متقايسة البعد، البعد عن، متقايسة البعد عن طرفي هذه القطعة. هي ما فهمتش فسري لي، ما فهمتكش بالإدارة. معناها بالفلاق، كل ما ناخذ نقطة من المستقيم دلتا مهما كانت النقطة، أوكي؟ كل ما نأخذ نقطة من المستقيم دلتا فنجد أن هذه النقطة متقايسة البعد عن طرفي قطعة المستقيم. لماذا؟ لأن دلتا هو الموسط العمودي للقطعة AB. نعاودوها، كل نقطة من الموسط العمودي متقايسة البعد عن طرفي قطعة المستقيم، كل نقطة من الموسط العمودي متقايسة البعد عن طرفي قطعة المستقيم، واضحة؟ دونك لهنا لو كان نختار مثال نقطة ان لهنا هكايا متقايسة البعد، ستكون حتما متقايسة البعد عن A و B. لماذا؟ لأن النقطة ان هي نقطة من دلتا، وذكر فاهمين ولا لا؟ كي نجي انا في التبيين في وسط التمرين كيفاش لازم نكتبها؟ تفهموا في كلامي؟ كيفاش نقبلوها عليك؟ كيفاش تكتبها؟ احنا نعتمد طريقة كتابة عن طريق النقاط، نخش في كتابة فقرات، فقرة كاملة ولا لا، في شكل نقاط باش يكون الميساج يوصل ببساطة، نقول له بكل بساطة. إذا كان يجيني باش نحب نقول لي ان ا مقايسة لان بي، كيفاش نكتبها انا الاستاذ؟
نقول له بكل بساطة، نقول له نقطة أولى، نكتب له نقطة أولى باللون الأسود نقطة أولى. إذا كان جي كيفاش نكتبوها دون زان إكزامان، كيفاش نكتبوها؟ دونك نكتبوا له نقطة أولى ونقول له دلتا هو الموسط العمودي لشنو؟ لأبي. دلتا هو الموسط العمودي لأبي، لقطعة المستقيم أبي، نكتب لأبي وكهو. ثم نقطة ثانية باش نقولوا فا، نحب شنو نحب نستنتج يعني؟ إذا برا نستنتج ومن بعد يعمل الله. إذا إن أ تساوي إن بي، إيه بين حق كتبت إن أ تساوي إن بي، كيفاش عملتها؟ كيفاش عرفتها؟ أحسنت، بقي أن نضيف، شاهد ماذا بقي أن نضيف إذا؟ بقي أن نضيف أن النقطة إن تنتمي إلى دلتا، دلتا هو الموسط العمودي وإن نقطة من دلتا، وكل نقطة من الموسط العمودي متقايسة البعد عن طرفي تلك القطعة. أحسنت، إذا لهنا نقول له إن نقطة من دلتا، أوكي؟ وإلا كنت تحبوا بين قوسين عوض أن نكتب إم نقطة من دلتا، كان يمكن لنا أن نكتب ماذا؟ أن تنتمي إلى دلتا باستعمال الرموز. تعرفوا الرمز هذا؟ هذا ينتمي، وكنا عملها كان شطبها ما دي لا ينتمي، بسيطة برشا. أنا كان اكتبها بينتمي خير، علاش الجملة أن نقطة من دلتا ولا أن تنتمي إلى دلتا؟ استعمال الرموز هو محبذ، أوكي؟ هذه اذا كان نحب، وكان جينا نقول لك يا استاذ استنتج او بين ان ان ا تساوي ان بي، تو انتم سنه سابعه تقولوا بين ان ان ا تساوي ان بي، يمشي فيه وش يبينها بالمسطر، اهو يقيس البعد بين النقطه ان والنقطه ا، يقيس البعد بين النقطه ان والنقطه بي باستعمال المسطره، ومن بعد يستنتج ان ان ا تساوي ان بي. هذا مش عليه الفوت، فات عليه الفوت هذيك في المدرسه تعملها. تو حينما نقول لك بين، يجب أن تبين اعتماداً على التفسير، على الكتابة. وأنا ننصحكم لنا حينما نحب نبين اللي نقطة تنتمي إلى، حينما نبين اللي نقطة متقايسة البعد عن طرفي قطعة مستقيم، يكفي أن نقول أن ذلك المستقيم هو الموسط العمودي، نضيف إلى ذلك أن النقطة من الموسط العمودي، واخيرا نستنتج ان ان ا تساوي ان بي اذا كانت النقطه دي اسمها ان. واضح كلامي ولا مش واضح؟ اذا هذه طرق التبيين اللي باش نتفاهم عليها نحن تدريجيا. عندنا طرق خاصه بينا، منظمه مريقله باش نطلع بشوي بشوي السلم، فهمنا اساسي تسع اساسي حتى نوصل للباك، وانا نكتب بكتيبه ريداكسيون مريقله، نقولوها ريداكسيون فرونسي، والعربيه منهجيه نتاع كتابه منظمه. واضح كلامي؟ وهذا هو الصعيد في السنه السابعه، هناك تبيين تاع هندسه، هذه المشكله. وزيكم بي انا الجبر تشوف اللي هو ساهل، مش مشكله، المشكله في الجبر، المشكله هي في الهندسه والطرق تبيين الهندسه، وهذا اللي باش ياخذكم برشا وقت في دبي سيتاني. وزيكم بي بارا دونك جو سوي تري تري كونتون. هذا حينما تكون، اذا كل نقطه نعاود نقراها لاخر مره، كل نقطه من الموسط العمودي لقطعه مستقيم متقايسه البعد عن طرفي هذه القطعه. واضح ولا لا؟ توسمه شويه هنا راك هذيك صبا، ملاحظه اولى صبا، ملاحظه اولى، اذا هذه ملاحظه اولى. حينما نمر الان الى الملاحظه قبل الملاحظه الثانيه، قبل ما نتعدي الملاحظه الثانيه، طب باش نمر بكم الى ملاحظه ثانيه، هيا ركزوا معايا. توا كان ناخذ لكم قطعة مستقيم، هذه قطعة مستقيم، ناخذ قطعة مستقيم، مثال قطعة مستقيم AB أو MN، MN قطعة مستقيم، واضح؟ مقترحة، قطعة مستقيم مقترحة. اوكي
ثم نختار نقطة أ. النقطة أ، أنا اقترحت عليكم نقطة أ، نعتبر أ نقطة. إذا نشاط ثاني وإلا ملاحظة، نشاط ثاني سيبوا لها، نشاط جديد، نشاط ثلاثة لكن تحبوا، وهو نشاط مقترح من طرف الأستاذ، واضح؟ إذا نعتبر إن هي قطعة مستقيم، ونعتبر أ، نعتبر أ نقطة من هذه، نعتبر أ نقطة من المستوي، من المستوي، نعتبر أ نقطة من المستوي بحيث أ إم يساوي أ إن. إذا أنا اقترحت عليكم نقطة أ متقايسة البعد عن طرفي القطعة إم وإن، واضح ولا مش واضح؟ متقايسة البعد عن طرفي، متقايسة البعد إذا عن طرفي القطعة M و N. وهنا أمامكم رمز التقايس، فهنا هذه وهذه متقايسين، A N يساوي A N، أوكي؟ إذا ماذا يمكن أن نستنتج في علاقة بالنقطة A؟ فهمت كلامي ولا سؤالي مش واضح؟ باه سيدي ماغي استناني. تراح بالله إذا كان نرسم الموسط العمودي، نرسم ما قلتش نبني الموسط العمودي لقطعة المستقيم ام ام، كان نرسم الموسط العمودي لقطعة المستقيم ام ان، كيفاش نرسموها الموسط العمودي لقطعة المستقيم ام ان؟ هو المستقيم الشنو؟ العمودي على القطعة والمار من منتصفها، ها هو المستقيم عمودي على القطعة ويمر من منتصفها، ها هو. إذا هذا المستقيم عمودي على القطعة ام ان ويمر من منتصفها، شكون اللي صورته تو انا هذا؟ هو الموسط بالمرام، الموسط العمودي، الموسط العمودي ليش نو؟ لي ام ان، ما هم يسميوه اي با ولا جيم دال قبل، ولا يسميوه قطعه المستقيم ام ان، الحروف ولاو اون فرونسي ما عادش اون اراب، اوكي؟ إذا نعتبر أ نقطة من المستوي بحيث أ إم يساوي أ إن، أوكي؟ إذا الموسط العمودي لإم إن، هذا المستقيم اللي رسمته هنا تو، هو الموسط العمودي لإم إن، ماذا تلاحظون؟ شهر؟ لاحظ أن نقطة أ لا تنتهي إلى مستقيم إن، لكنها تكون نفس البعد عن المستقيم. نعاود لكم. راني يا الأولاد والبنات اخترت نقطة أ متقايسة البعد عن، متقايسة البعد عن إن وإن، من بعدها رسمت صورت الموسط العمودي، فاكتشفنا أن الموسط العمودي ما بيه يمر من نقطة أ. اش قلنا قبليك انا احنا يا جماعه؟ قلنا ان كل نقطه من الموسط العمودي متقايسه البعد عن طرفي القطعه، هي تو باش نقول لك، وتو باش نقول لك هاني خديت نقطه أ متقايسه البعد نلقاها موجوده في الموسط العمودي، يمانيش نقول نعاودوا من الاول، كونسونتريسيون بلي،
خذينا نقطة A متقايسة البعد عن طرفي القطعة، خذينا نقطة A بحيث AM يساوي AN. أوكي، هذا منين خرجنا؟ باهي يا سيدي. من بعد ارسمنا المواسط العمودي. المواسط العمودي إذن هناك رمز التعامد اللي هنا، وبالطبيعة هذه المنتصف بما أنه ذلك أولا مواسط عمودي معناه هذو مزوز متقايسان، بما أنه إذن هو عمودي على القطعة ويمر من منتصفها. فماذا اكتشفنا؟ نلاحظ أن شنية A نقطة من المواسط العمودي. نلاحظ أن A نقطة من المواسط العمودي. أوكي، نلاحظ أن A نقطة من المواسط العمودي. فماذا يمكن أن نستنتج؟ أوكي، ملاحظة أو استنتاج، سيقولي ملاحظة. إذا ماذا يمكن أن نستنتج في هذه الحالة؟ مؤمن تفضل. لو قلنا أن فإن أحسن. إذا يمكن أن نستنتج أن كل نقطة من كل نقطة متقايسة البعد عن طرفي القطعة هي نقطة من المواسط العمودي. نعاودوها، كل نقطة متقايسة البعد عن طرفي القطعة هي نقطة من المواسط العمودي. كي تبدا نقطة قد من هنا ومن هنا راهي موجودة في المواسط العمودي، وكي تبدا نقطة في المواسط العمودي راهي قد من هنا ومن هنا. طب مفهوم كلامي ولا ما فهمتش؟ اذا اسمها ما يسمى بالنظريه العكسيه. بقلق شويه لا محاله، لكن نفهموه باذن الله، نفهموه باذن الله ما فيش مشاكل. راه ردوا بالكم، راه الاستاذ ينجم يختار انه يجيب لكم النظريه العكسيه. ردوا بالكم، فهمتوا لي ستانشوات نمر عليهم الكل في التمارين. واضح كلامي؟ اذا اش نقولوا؟ شكون يعاود لنا الكلام اللي قلته؟ يسرى ما تحشمش، كله نقطه متقايسه البعد. مل عليا بشويه، كله نقطة متقايسة البعد، كل نقطة متقايسة البعد عن طرفي القطعة، طرفي قطعة القسم، طرفي قطعة المستقيم، طرفي قطعة مستقيم، مستقيم هي شنو؟ صحيح، تنتمي وكها أحسن. زعما شقول هي نقطة، كل نقطة متقايسة البعد عن طرفي قطعة المستقيم. أحسن كي نقوله تنتمي، وشكل أولاد البنات تنتمي، وانتهى الأمر. تنتمي إلى ماذا؟ إلى الموسط العمودي. ليش ليه؟ لهذه القطعة. تنتمي إلى الموسط العمودي بهذه القطعة. واضح ولا مش واضح؟ هاي نحاوصلوا يا جماعة، تو إيش قلنا احنا تو؟ هاي سيدي نبداو من الأول وحنا جايين. أول حاجة بدينا بها لأولاد البنات هي شنو؟ هي تعريف الموسط العمودي. هاي شكون يقول لنا شنو تعريف الموسط العمودي؟ هاي الاولاد، واحد من الاولاد امشي لابس بيكم، هاي لابس بالاصفر شو اسمك؟ قلت لي امان. هاي امان احسنت. المواسط، خاطر ما تسمعش في لونجسترومون، المواسط العمودي لقطعه مستقيم
هو المستقيم العمودي على هذه القطعة والمار من منتصفها. هذا التعريف. ثم ملاحظة أولى، إيش قلنا فيها الملاحظة الأولى؟ أحسنتم جميعا. كل نقطة من الموسط العمودي لقطعة مستقيم متقايسة البعد عن طرفي هذه القطعة، متقايسة البعد عن طرفي هذه القطعة. أحسنتم. وأخيرا الأولاد والبنات، أحسنتم. كل نقطة متقايسة البعد عن طرفي قطعة مستقيم تنتمي إلى الموسط العمودي لهذه القطعة. أحسنتم جميعا. إذا نمر إلى التمرين الأول. في هذا التمرين إذا أرسم مثلثا AEB قائما في E، والنقطة C بحيث تكون النقطة E منتصف بC. ساعة خلينا نمشي ونرسمه مثلثا إذا خلينا نرسمه مثلثا AEB قائما في تمين سمحني مثلثا قائما في اذا هذه عندنا مثلث AEB قائما في E. اذا مثلثا AEB سنعتمد مربعات الكراس، واضح؟ لانه قالنا ارسم، لو كان قالنا ابني يولي طريقة بناء باستعمال البركان، أوكي؟ رغم أن النجم زاد حتى في الرسم استعمل البركان، ما فيش مشكلة. إذا نأخذ قطعة مستقيم إي، هذه إي أ، واضح؟ لأن المثلث قائم الزاوية في ماذا؟ قائم الزاوية في إي. فيجب أن تكون الزاوية القائمة في النقطة E، يجب أن تكون الزاوية القائمة في النقطة E. نضيف إلى ذلك قطعة مستقيما أخرى عمودية على EA وتمر من E. لماذا؟ حتى يكون رمز التعامد في النقطة E، وبذلك فإن EA عمودي على ماذا؟ عمودي على EB، وبذلك نتحصل على المثلث AEB أو EAB، وهو مثلث قائم الزاوية في E. واضح كلامي ولا؟ ماذا يضيف لنا بعد ذلك؟ والنقطة C، والنقطة C نحن نرسم النقطة C بحيث تكون النقطة E منتصف بC. نحن مش نرسم النقطة E حتى تكون سنرسم النقطة C حتى تكون E منتصف بC. E منتصف بC، كيفاش تكون E منتصف بC يا جماعة؟ E عن النقطة E والنقطة B، حتى تكون E منتصف بC يجب أن تكون B و E و C على استقامة واحدة. واضح ولا مش واضح؟ دونك نمدد في المستقيم بلون مغاير إذا أمكن ذلك، نمدد في المستقيم BE، نمدد في المستقيم BE، نمدد في المستقيم بE هذه النقطة E التي أمامكم، ونمدد في المستقيم بE، واضح؟ حتى
تكون اي منتصف بي سي. كيف نختار اي حتى تكون منتصف بي سي؟ كيف نختار سي عفوا؟ يجب ان يكون البعد من النقطة، اسمعوا فينا لما نقول بنات، يجب ان يكون البعد من النقطة اي الى النقطة بي نفسه البعد من النقطة اي الى النقطة سي حتى تكون اي منتصف بي سي. واضح كلامي ولا مش واضح؟ اذا كيف سنختار النقطة سي الان؟ النقطة سي يمكن ان نستعمل مربعات الكراس، فهنا لنا مربع 2 3 و4، 1 2 3 و4، فبذلك نتحصل على النقطة سي. في هذه الحالة ماذا لنا؟ لنا النقطة اي منتصف بي سي، وهذا الرمز ماذا نعني به؟ نعني ان البعد بين اي وبي مساو طبعا للبعد بين اي وسي. احسنت، البعد متساو. لماذا؟ لان اي منتصف، اذا لان اي منتصف بي سي. واضح؟ السؤال الان، ماذا يمثل المستقيم اي بالنسبة للقطعة بي سي؟ ماذا يمثل المستقيم اي بالنسبة للقطعة بي سي؟ حسب رأيكم تنظم المستقيم اي، كيف تشوفوا فيه لنا المستقيم اي؟ ماذا يمثل المستقيم اي بالنسبة إلى القطعة بي سي؟ أحسن، واصل بهاء، واصل. تمثل النقطة اي يمثل المتوسط العمودي للقطعة بي سي. كيفاش عرفتوا سي بهاء؟ ما تقوليش خسرت له عمودي هيك، قلت لك اهو. لأن برا مساوي. علي صوتك بهاء. وهو في منتصف القطعة. أنت علاش قلت متوسط عمودي الساعة من الأول؟ لأنه في منتصف القطعة بي سي. وأكهو؟ وعمودي عليها، يمر من منتصف القطعة وعمودي عليها. فهكذا نستنتجوا أن أي هو المتوسط العمودي للقطعة بي سي. إذا نبدأ نحلوا في المعطيات. تو امشي مؤمنة. اي نقطة اولى اي عمودي على سي بي. عمودي على سي بي، استناني هاي الوحدة بالوحدة، استنى شوي. نقطة اولى اي عمودي الاولاد والبنات كان ما تراوش مانع، اي عمودي على بي سي او سي بي كما قال مؤمن. هذا رمز التعامد، تريتو هذا الرمز بهذه الطريقة نعمل هكا شلطة وشلطة هكا، هذاك الرمز نتاع التعامد، هذاك الرمز نتاع التعامد. علاش نقعد نقول اي عمودية؟ فهمت ليه؟ وقت نكتبوا هذه الكتابة نكتبوها من اليسار إلى اليمين، أون فرونسي. كي تبدا بالسمبول هكا نكتبوها من اليسار إلى اليمين بالفرنسية. وحين نبدا نكتبوا في جمل بالعربية نكتبوها بالعربي، وهذه تنتعودوا عليها تدريجيا، واضح ولا لا؟ تنتعودوا عليها تدريجيا بيد الله، ما نخلطوا الدفار دو كنترول لول الا واحنا اومتريس كوم الفو. فهمتوا كلامي ولا؟ باهي، اي عمودي على بي سي، اي سي مؤمن، خي هو قال لك اللي اي عمودي على بي سي؟ ما اديها لكم في المعطيات، هو قال لنا اللي اي عمودي على بي سي؟ فهمتوا شنو نحكي ولا ما فهمتوش؟ راهو انا حسب المعطيات اللي عندي ما قاليش اللي اي عمودي على بي سي. فهمتوا كلامي ولا لا؟ ما قاليش الكلام هذا. واصل. لأن أي بي مثل قائم زائد في إي. أحسنت، لأن لأن أي بي مثلث قائم الزاوية في ماذا؟ في اي. في اي
إذن آي بي مثلث قائم الزاوية في إي. من غديك جاء رمز التعامد هذا، خمين جبناه هذا التعامد، كيفاش عرفتهم متعامدين هاي صباح؟ خاطر هذاك مثلث قائم في نقطة إي، هي وفات هكا هاو وشنو يا أخي؟ اسموني الأولاد بلي فهموني شوية فهموني شوية. توا كي يبدا المثلث قائم الزاوية في نقطة إي، رانا فقط نستنتج أن بي إي عمودي على إي آ، من استنتج راهي إي آ تولي إي آ عمودي على بي إي، أما مش إي آ عمودي على بي سي. يا سي مؤمن كيفاش عرفت إني آ إي عمودي على بي سي؟ قلنا هذيك مثلث قائم الزاوية في إي ما يعطيك الحق فقط باش تقول اللي بي إي عمودي على إي أتهو. نو باز أنكور، مازالنا ما نعرفوش اللي هو موسط عمودي، حتى ينوب ربي ساعة شاهد، أوكي؟ كي ينوب ربي نحكي. أخسر أخسر، بالله فهموني برحمة والديكم. التعامد بالبلف اللاقي، التعامد تحبوها خدمة نظيفة معناها، يعني مش تبر فيه توا. التعامد راهو يوفى لهنا راهو. التعامد نحكيو عليها احنا كان في البلا هذاك هو، وانت لفقتيني كل حطيت لي بي سي كله بقليل واخذك فيش حاط لي بي سي ها معلم. فهمتوا كلامي ولا فهمتوش؟ انت ما عندك كان اي يا الاولاد والبنات، راهو ما عندكم كان اي عمودي على بي اي. كيفاش عرفت امها اي عمودي على ماذا؟ على بي سي. هاو طويل المستقيم ما بقاش بي اي بركة، لا ولا بي سي. ايه اكتب لي احكي، لانه ما يعاود ما يعامد الشيرة واحدة يعامد الشيرتين. يا ودي احكي معايا كلام علمي. ولا ولاد البنات و برافو عليك، و النقاط و بي و اي و سي شبه شبههم على استقامة استقامة واحدة، على استقامة واحدة. صار هم على استقامة واحدة، إما هو قل لي من الأول عاد صار البي والإي والسي على استقامة واحدة، يعني تنقلوا أي عمودي على إي بي هي بيدها أي عمودي على بي سي. نفس الحكاية لأنهم الثلاثة نقاط البي والإي والسي على نفس المستقيم، أوكي على نفس المستقيم. نجم حتى عوضا نقولوا على استقامة واحدة نجم نقولوا أن المستقيمين منطبقان، أي أن المستقيمين فوق بعضهم، نحكي على المستقيم بي إي والمستقيمة بي سي. لكن هذه خليها تو نقراوها من بعد في التعامد والتوازي. واضح كلامي؟ به هذه نقطة أولى. إذا طريقتنا طريقة الكتابة متاعنا هي طريقة باعتماد النقاط، واضح؟ هذه المفاهمة الأولى، أوكي؟ نقطة ثانية يا أولاد البنات، بهاء أنا سعيد هنينا اللي أي عمودي على بي سي، هتنجمش تزيدنا حاجة أخرى بهاء؟ إذا فإن أي عمودي على القطعة هي شنو مزال؟ شهد يقطعها إلى نصفين متساويين، كلام تحفون، يقطعها إلى نصفين متساويين، هي حسنها شوي، شاهد، يمر من المنتصف وانتهى الموضوع، يمر من المنتصف، واضح ولا لا؟ إيش نكتبوا له من الشبهات؟ نكتبوا له أي يمر، أحسن من يمر من ماذا؟ يمر من
ايه؟ هقول دي انا ايه؟ تحكي عليها متصف بي سي يمر من ايه؟ راهي مش دقيقة راه ينجم زميلي يحسبها صحيحة في الامتحان، اما هي راهي تفتقد الى بعض الدقة. اوكي؟ يمر من ايه؟ منتصف بي سي. هاكا وليت الامور مريقلتها. ايوا وحدك في الورا. ماذا يمكن ان نستنتج؟ اذا استنتجنا جميعنا ان المستقيم اي عمودي على القطعه بي سي وكذلك يمر من منتصفها. وهذا ماذا يعني؟ اذا اي هو ماذا اذا؟ هو المواسط العمودي. لماذا؟ لي بي سي. لأنه عمودي على القطعة ويمر من متصفها. نزيدوها مركة أول مرة، رانا مشنا مطالبين بها، جيست المراجعة باش كي نجي نراجع هاكا كل شيء ريجستري حتى ما تقوليش راني في باليش من بعد. أوكي؟ للمراجعة وزاد كونفيك موا نزيدو ندققوا نقولوا له لأنه شبيه عمودي على القطعة وشنو ياخذ؟ ويمر من منتصفها. وهذا شنو يا جماعة؟ من منتصفها، وهو تعريف المواسط العمودي. نعاودوها، المواسط العمودي هو المستقيم العمودي على القطعة والمار من منتصفها. واضح؟ فلا هذا كل ما عندي في هذا التمرين. اوكي؟ وبذلك نستنتج ان اي هو المواسط العمودي للقطعة ونكتفي بهذا القدر.